أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا مع خاطرة الفجر نتناول تفسير سورة العصر، خواطر وتأملات. سورة العصر عظيمة ومليئة بالخيرات، وكما قلت في أول خاطرة لي ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله: لو عمل الناس بسورة العصر لوسعتهم، ولو لم ينزل من القرآن سوى سورة العصر لكفتهم. أي مع تدبر تلك السورة فهي منهاج وهي علاج، لكنها جاءت مجملة، وتفصيلها في القرآن كله فضلا عن السنة المباركة. تناولنا من السورة الآية الأولى والعصر مع بيان معناها، هل العصر بمعنى الزمان أو العصر بمعنى وقت العصر أو صلاة العصر، مع بيان حكم الله عز وجل في القسم أنه يقسم بما شاء لما أودع في الأشياء المقسم بها من حكم وأسرار يلفت أنظار خلقه إليها. أما أنا وأنت فليس لنا أن نقسم إلا بالله. ثم انطلقنا إلى الآية الثانية: إن الإنسان لفي خسر، وبيان تشخيص المرض، وأن الإنسانية في خسران وبوار وتبار وهلاك ودمار. وانظروا إلى الواقع تجدون خير مثال ودليل على هذا: الإنسانية كلها كفار، بحيث لما تحسب المسلمين من بين الكافرين خمس العالم، وخمس العالم هذا حوالي 2 مليار. ثم تنظر إلى أحوال المسلمين بعدما أنت تترك الكلام عن الكفرة وما هم فيه من أنواع من الكفر عجيبة لا تتفق أبدا ما أنعم مع ما أنعم الله عز وجل عليهم به من نعمة العقل. فتجد من يعبد حجرا أو شجرا أو بقرا أو نجما وشمسا وقمرا، أو من يعبد بشرا، أو من يزعم أن الإله حل في بطن امرأة، أو أن له ولدا، أو أنه ثاني اثنين، أو أنه ثالث ثلاثة، ومن تسفل أكثر وأكثر فعبد فأرا، ومن عبد صرصارا، ومن عبد قردا، ومن عبد كلبا، ومن عبد فرج امرأة، ومن عبد ذكورة ذكر، ومن رسم لعبة وعبدها، ومن عبد عجوة فلما جاء أكلها، إلى آخر هذه الصور.
إن الإنسان لفي خسر. فإذا تركت كل هذا ودخلت على دائرة المسلمين فانظر كم من أهل الحق منهم، يعني محسوب على المسلمين الخوارج والمرجع والقدرية والجبرية والشيعة والصوفية والمعتزلة والبابية والبهائية والقديانية والشيخية، ومحسوب على المسلمين النصيرية والدروز، ومحسوب على المسلمين العلمانية والليبرالية. ومنكر السنة اللي بيسموا نفسهم بالقرآنيين، هو قعد يفتكر أهل الكفر وأهل الردة وأهل الضلالات وأهل البدع والخرافات كل ده محسوب على الإسلام وعلى المسلمين من ضمن الاثنين مليار، يعني من ضمن الخمس. وقل وأنت مطمئن إن الإنسان لفي خسر. لذلك قال الله إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى، فاستثنى هذا الصنف من الناس الموصوف بأربع صفات وهي التي تمثل علاج البشرية: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا فهم ليسوا كفارا وليسوا مشركين وليسوا منافقين وليسوا مرتدين، لأن هذه نواقض الإيمان: الكفر والشرك والنفاق والردة. والمجتمع يعج بالكفر والشرك والنفاق والردة، الأربعة موجودة وموجودة في هذه الأمة. مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، لكن كما قال الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. مظاهر الردة في الأمة كثيرة جدا. أنت يكفي أن تعرف أن إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر، والكلام ده ليس كلام ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب، لأن الناس دي متشددة. ده كلام تعلمناه في الأزهر المتساهل الوسطي الحلو الكيوت. الأزهر اللي ماشي في ركاب الدولة الآن قال علمنا كده إنه إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر. طيب فكيف إذا أنكرت الشريعة كلها واستعطت عنها بقوانين أهل الكفر استبدالا واستحلالا وتفضيلا أو تمثيلا مماثلة؟ ما هو القوانين زي الشريعة؟ لا لا، ما هو زي، ما هو مثل. ما اختاروا قوانين البشر إلا لأنها في نظرهم أفضل من قوانين الله وأنسب لنا وأيسر لنا، وإلا فقال قانون ربنا في قرآنه لم يتغير ولم يتبدل. فحسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى إن الإنسان لفي خسر. النجاة من الخسران، من الكفران، من النفاق، من الشرك، من الردة بالإيمان. بالإيمان. والنجاة من الفسق والفجور وعمل الصالحات. والنجاة من الأثرة والأنانية وحب الذات وانهيار المجتمع وضياع الأمم بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. التواصي بالحق، كل واحد يعرف ما له وما عليه، وفي أمر معروف وفي نهي عن منكر، بس هذا شيء مر على البشرية. كل حق مر، قل الحق وإن كان مرا، فتحتاج إلى ما يعينك عليه
وتسأل ربك أن يثبتك على الحق حتى تلقاه، وتواصوا بالصبر. كم من منكرات الآن نحن نراها ولا نستطيع أن نغيرها ولا نلفت أنظار أصحابها حتى من الذين يصلون معنا، لأنه بقينا ماشيين على الاتيكيت، كيوت حاجة كده. واحد عايز تقول له ليه بنتك مش محجبة، واحد عايز تقول له ليه أنت عامل قصة الكفار، واحد عايز تقول له إيه اللي أنت عامله في نفسك، أنت لابس كده ليه، اللي كذا كذا، ليه الدنيا واخداك، فينك من الدين، فينك من الآخرة، فينك يعني. هتقول للناس الكلام ده ازاي يعني؟ ده حتى في الموعظة العامة ما بتعرفش تقوله، فضلا انت تقف معاه وتوجه له النصيحة، بقت النصيحة شيء صعب مر قوي. الأخطاء الموجودة في الأمة صارت أخطاء قاتلة. الأمر المعروف والنهي عن المنكر ما عاد في الأمة. أنت حتى لو بتخطب الجمعة عايزينك تخطب الجمعة والسلام. الجمعة دي الأصل فيها الأمر المعروف والنهي عن المنكر. تشوف كل أخطاء المجتمع وتسلط عليها الأضواء وتذكر لها العلاج. لا، عايزين خطبة صغيرة وقصيرة وكذا. طب هنا الناس بتشتغل يوم الجمعة ولازم الخطبة تكون قصيرة. حتى في بلادنا برضه. طول عمرهم أعداء الإسلام كانوا حريصين على ضياع الجمعة، لأنه علموا ما للجمعة من تأثير في المجتمعات. الصحوة الإسلامية اللي قامت في البلاد كانت عن طريق الجمعة، علماء ثقات أثبات أحبهم الناس، فاهتدى الناس والتزموا مئات وآلاف وبقوا ملايين. طب الآن ما في جمعة تسمع، خلاص الناس بتنحرف وتبتعد عن طريق الهداية وبتصل كمان للإلحاد. خلاص ما في حد بيدل على الخير، فيبدأ تدريجيا خطوات الشيطان الشر والفساد والمعاصي والفجور. بعدين هو في رب للكون، محدش دله عليه، ما في حد دله عليه. فتجد يقول لك والله ظاهرة الإلحاد صارت متفشية في المجتمعات. الإلحاد ضد الفطرة، الكون كله بيدل على الله عز وجل. لكن أنت ما بتجلس مع الناس وتعلمهم الإيمان ومعالم الإيمان وكذا وكذا. خلاص هو يعني الشيطان له بالمرصاد، هو عاوز كذا، هو حابب الشهوات. ولما يحب الشهوات تؤثر فيه الشبهات، ولما تؤثر فيه الشبهات تجده ينحرف ويضل، خاصة وهو يجد ملوك الدنيا يحبون للناس أن يبتعدوا عن الدين. كل ملوك الدنيا الآن يحاربون الدين. حتى الذي لا يحارب الدين لا يستطيع أن يغير هذا الكفر الموجود في بلاده، مثل الرئيس أردوغان في تركيا. لكن مثلا نحن كنا في مصر وكان الناس يعني يقبلون على الدين مع الصحوة الإسلامية، وبعدين حورب العلماء، من قتل ومن اعتقل ومن نفي، فوجدوا أنه كله يعني المرتع الخصب البعد عن الدين، وكما يقال الناس على دين ملوكهم، والملوك لا يريدون الدين لأنه يعكر عليهم صفو حياتهم ويزلزل كرسيهم، لأنهم يعلمون أنهم لمن يعملون والحساب من يعمل. لو كانوا يعملون حساب شعوبهم يمكن الشعوب تحبهم، لكن هؤلاء يعملون حساب شيء واحد، الكرسي، ويوالون الكفار ويسمعون كلامهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الله عز وجل يدلنا على العلاج. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
تحدثت عن الإيمان وتحدثت عن العمل الصالح، قلت العمل الصالح يرادفه في القرآن الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ويرادفه التقوى الذين آمنوا وكانوا يتقون، وعمل الصالحات مجملة يفسرها القرآن وتفسرها السنة، وعمل الصالحات مطلقة عامة. قلنا في خطيرة الأمس تشمل الفرائض والنوافل والبعد عن المحرمات والمكروهات، وتزيد درجة تشمل الفرائض والنوافل والتزام الورع والبعد عن المحرمات والمكروهات واجتناب المتشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وعمل الصالحات بالنظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من بعد القرآن، وبدأت بالسنة لماذا؟ لأنها هي المذكرة التفسيرية للقرآن. ممكن القرآن يقول وعمل الصالحات، طب أنت عاوز تفسرها، خير ما تفسر به القرآن هو القرآن، أكيد في القرآن ما يفسرها أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم القصاص، وأنفقوا في سبيل الله، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أمثلة كثيرة من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس. يعني لما تيجي مثلا عاوز تقول عمل الصالحات في سورة الفاتحة تطلع يا مولانا اهدنا الصراط المستقيم، مجملة برضه، وبعدين فسرتها صراط الذين أنعمت عليهم، من ومن يطع الله والرسول، طاعة الله في الفرائض وطاعة الرسول في السنن عليه الصلاة والسلام، ومن يطع الله والرسول. طب والنتيجة؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كل دول عملوا الصالحات، هذه نماذجهم، هذه نماذج للمتقين في القرآن. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نسأل الله من فضله العميم. طيب غير المغضوب عليهم، ابعد عن طريق المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا، عرفوا الحق وتركوه. ولا الضالين الذين عبدوا على جهل، فأنت تنأى بنفسك عن طريق المغضوب عليهم والضالين بأنك تعلم وتعمل، تعلم وتعمل. وعمل الصالحات بعد ما تترك الفاتحة مباشرة فأول صفحة من المصحف تدخل على سورة البقرة تجد وعمل الصالحات ألف لام ميم، تلك الحروف المقطعة الله أعلم بمراده فيها، ذلك الكتاب اللي هو القرآن، وذلك إشارة بعد لعلو القرآن وعلو منزلته مع قربه من أيدينا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هنا بدأنا ندخل في عمل الصالحات، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، دي قضية الإيمان اللي هي إلا الذين آمنوا، فبدأ بالأساس قبل البناء، إلا الذين آمنوا، فهنا الذين يؤمنون بالغيب تشمل أركان الإيمان الستة، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر، كله غيب. طيب وأعمال صالحة بعد أن قال الذين يؤمنون بالغيب، قال ويقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة، يصلون يا رب،
لا لا، يقيمون الصلاة. اللي هي بتندر في الأمة المسلمة، اللي بتندر في عالم المصلين. طب ويعني ايه؟ قال والله يعني على سبيل المثال أو الاستقراء، يقيمون الصلاة بامتثال أمر الله في الصلاة. مسلم يعني بيصلي، سمعنا وأطعنا. إنما أكثر من 80% من المسلمين لا يصلون في المجتمعات العربية والغربية، ما تفكر هنا بس في بلاد الغرب، لا، هنا الدنيا واخدة الناس خلاص، زي حال المجتمعات اللي هم عايشين فيها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. اللي بيجوا في المراكز الإسلامية صلوا الله أكبر، ملائكة البشر فين وفين لما يجي لك حد ينتظم معك في الصلاة. فامتثال أمر الله في الصلاة، المحافظة على الصلاة في مواقيتها، فيش حاجة اسمها الفجر أنا رايح أصلي رايح الشغل، والظهر لما أرجع، والظهر مع العصر، والمغرب جاي مع العشاء، وممكن يناوي يجيب له 4 أوقات مع بعض، والفجر يخطفه وهو رايح الشغل، خلصت. لا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أفضل الأعمال الصلاة لوقتها أو لأول وقتها. امتثال أمر الله في الصلاة والمحافظة على الصلاة في مواقيتها وفي جماعاتها. لم تبنى المساجد إلا لهذا، وصلاة المرء في جماعة أفضل من صلاته منفردا ب27 درجة إذا أدرك الجماعة من أولها، وب25 درجة إذا أدرك ركعة من الصلاة أو أدرك الجماعة. ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أو أدرك الجماعة. هذا الجمع بين الحديثين 27 و25، محافظة على الجماعة، محافظة على المساجد، ارتياد المساجد. إنما يعمر مساجد الله مين؟ من آمن بالله واليوم الآخر، قام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. روح الصلاة ماذا؟ الخشوع. أقل معالم الخشوع الطمأنينة في الصلاة، اطمئن صل. هتاخذ منك مهما طولت كام؟ 10 دقائق. اطمئن في الصلاة، ما هو شرط تكون 2 دقيقة و3 و4. أنا يا أخي رأيت في البلاد الإسلامية التي ذهبت إليها أهم حاجة في الصلاة السرعة، والمثل القائل نحن في عصر السرعة لا يكاد يطبق إلا في الصلاة. الصلاة تأخذ 2 دقيقة 3 دقائق 5 بكثير، والكلام ده على مستوى بلاد زي تركيا والشام وموريتانيا وبنغلاديش واندونيسيا وماليزيا وأوقاف المصرية، مساجد الأوقاف في مصر، أوه كله سريع، كله سريع سريع سريع. فين روح الصلاة الخشوع؟ فين الطمأنينة في الصلاة في كل ركن من أركان الصلاة؟ فين أرحنا بها يا بلال؟ طب فين المثل اللي بيقول سعى قلبك وسعى ربك؟ سعى قلبك وسعى ربك، عندنا 24 ساعة في اليوم والليلة، 24 ساعة في اليوم والليلة، بتدي ربنا 12 ساعة وتدي قلبك ال 12 الثانية؟ طب تعالى نحسب، انا كان نفسي امبارح او النهارده او في اي وقت اسجل ازاي احنا بنصلي هنا الحمد لله صلاه مطمئنه خلف الشيخ عبد العزيز. يوم ما بتطول صلاه الفجر بياخد فيها ربع، ما بيجيبش اكتر من الربع، لا في فجر ولا في عشاء، والظهر والعصر صلاة سرية، المغرب بتبقى صلاة خفيفة، ده المعتاد هنا. يعني خلي الشيخ عبد العزيز هو اللي صلى، خليني أنا اللي صليت. يوم ما هنطول خد الآتي، هتاخد 10 دقائق في الصلاة، 10 × 5 = 50. لا يا مولانا، أنت بتاخد في الفجر ربع ساعة وفي العشاء ربع ساعة. أيوة معك حق، أنا مش مكذبك. يبقى ربع ساعة في الفجر ربع ساعة في العشاء، أدينا خدنا 30،
والظهر والعصر والمغرب في 10 أدي 30، وصلنا 60 دقيقة. أيوة يعني خدنا ساعة. أنت بتقول لي ساعة لقلبك وساعة لربك. إحنا خدنا في صلاة مطمئنة 60 دقيقة ساعة. أنا عارف لو لم يكن الناس خلاص يعني مع طول الوقت يعني اتعودوا على كده، كنت هتلاقي مع كل صلاة أصوات وصخب واختلافات. ليه؟ إيه اللي بالشيخ اللي جايبينه ده؟ أو الشيخ اللي بيطول ده؟ أو ما 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 تراعي ظروف الناس يا أخي. ما في الناس اللي عندها شغل وتلاقي كده هو الليلة في الجامع على إنه الشيخ يعني قرأ ربع في الصلاة يعني، أو خد له ربع ساعة. دي ما بتحصلش في أغلب المساجد، دي في 99% من المساجد ما بتحصلش، لا في مساجد في بلاد الغرب ولا بلاد العرب. أنا بقول لك في تركيا 9 سنين 10 سنين نفسي بس الدقيقتين ونص بتوع الصلاة يبقوا 5. عملت حملة في تركيا، نماز يواش يواش بالتركي يعني، نماز اللي هي الصلاة يواش يواش بالراحة بالراحة. الكلمتين اللي اتعلمتهم في التركي عملت منهم حملة، نماز يواش يواش. أنا بشوف التركي يدخل الجامع مع أول الأذان ويصلي سنن، وبعدين يجي وقت الفريضة يصلوا الفريضة، وبعدين يقعدوا أذكار صلاة جماعية جهرية، وبعدين الشيخ يقرأ له 10 من القرآن أو وجه من المصحف. كل ده بياخد نص ساعة. طب الفريضة خدت كام؟ 2.5 دقيقة. أنا كل همي إنه يبقوا 5 عشان نخرج من دائرة ارجع فصلي فإنك لم تصلي إلى دائرة لعله صحت صلاته، إنه صلى. مع إنه ما في في القرآن صلي، إنما فيه يقيمون الصلاة. يبقى عرفت يقيمون الصلاة شكلها إيه؟ امتثال أمر الله في الصلاة والمحافظة على الصلاة في مواقيتها وفي جماعاتها وفي مساجدها التي لم تبنى إلا لها، ومع مراعاة الخشوع والطمأنينة فيها. ما في خشوع يبقى في طمأنينة، يبقى كده مقيم الصلاة. والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، لم يقل ويزكون، لا، قال ومما رزقناهم ينفقون. يبقى زكاة وصدقات وإنفاق وتطوع فرض سنة مع بعض، ومما رزقناهم ينفقون تشمل الزكاة المفروضة وصدقات التطوع والإنفاق على النفس والأهل وكل وجوه الإنفاق في الخير والبر. ومما رزقناهم ينفقون، وأعطاك من للتبعيض عشان ما تطلعش كله، لكن في اللي بيطلع كله ولا حرج عليه. سيدنا أبو بكر طلع كل ماله، سيدنا عمر طلع نصف ماله، سيدنا عثمان جهز جيش العسر. قال لك الإنفاق في سبيل الله ليس فيه سرف، إنما السرف لما تزيد في الإنفاق في البيت، ولما تنفق في البيت يبقى تكون وسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أهو يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وبعدين الآيات رجعت للعقيدة تاني، قالت والذين يؤمنون بما أنزل إليك هو القرآن وما أنزل من قبلك الكتب السابقة. بما أنزل، لا بما بدل، لا بما غير، لا بما حرف. أنت تؤمن أن ربنا أنزل كتاب اسمه التوراة وكتاب اسمه الإنجيل وكتاب اسمه الزبور، لكن مش هو اللي موجود دلوقتي. ده موضوعي أنا كدكتوراه وتخصص وأستاذ مقارنة أديان، فنعرفه جيدا يعني، مش مجرد ثقافة تخصص بس ما أقدرش أتكلم فيه هنا. يقول الذين يؤمنون بما أنزل إليكم وأنزل من قبلكم بالآخرة هم يوقنون. بالآخرة هم يوقنون، شوف مش إيمان بس، يقين، كأنك ترى القيامة رأي العين. والقرآن لما حكى عن القيامة بينها لنا كأنها رأي العين، وده اللي بنشرحه في آية البر للجميع الآن مع خاطرة المغرب.
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وشغالين على اليوم الآخر دلوقتي، موضوع كبير بس بنختصره. أنا عملت فيه قبل كده سلسلة 50 حلقة أو أكثر، لكن بنختصر. يبقى وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بعد تقسيم الناس إلى متقين في 4 آيات، كافرين في 2، منافقين في 11 آية، 11 آية، جالك النداء الأول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هو عمل الصالحات بس داخل فيها العقيدة برضو: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الغاية من العبادة والعمل الصالح التقوى، لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، السماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويمشي مع سورة البقرة: خذ أعمال صالحة تأخذني ولا إيه. لغاية لما توصل نص السورة هتجد آية واحدة بس، شوف الأعمال الصالحة اللي فيها بعد الإيمان: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. دي عقيدة صحيحة. خذ أعمال صالحة وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهتجد سورة البقرة 286 آية مليانة أعمال صالحة اللي فيها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فيها كتب عليكم القصاص، فيها كتب عليكم القتال. واحنا بس يعني ممكن ناخد كتب عليكم الصيام لكن ما بنفكرش في القصاص ولا في القتال. ده شغل ارهاب ده وكلام ما يصحش. في ايه جدعان؟ وخد شوف السورة انت ماشي تدبر. ليه الصحابة حفظوا سورة البقرة في 10 سنين وانت ممكن تحفظها في يوم؟ عشان يعملوا بيها، عشان يعملوا بيها. مليان أوامر ونواهي. وانت وما شاء لعمران، طيب فآل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. ما لهم دول يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. في أوائل السورة: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أعمال صالحة، طول ما أنت ماشي في القرآن تلاقي أعمال صالحة. النساء، المائدة، الأنعام، أعراف، أنت وناس. خذ نماذج كده في الأنعام. قل تعالى: أتلوا ما حرم ربكم عليكم. أول حاجة العقيدة: ألا تشركوا به شيئا، اللي هي إلا الذين آمنوا. بعد خذوا عملوا الصالحة: ألا تشركوا به شيء وبالوالدين إحسان. عملوا الصالحات. فين بر الوالدين دلوقتي؟ صار في الناس نادرا. الولد اللي بيبر والديه عملة نادرة جنب الكم الرهيب اللي بيعق والديه. وبالوالدين إحسان. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، تحت اسم تحديد النسل وتنظيم النسل. ومعلش ولد واحد وكفاية عليه ولدين، بس علمهم بس ربيهم بس انفق عليهم. ولا تقتلوا أولادكم. وحتى تلاقي الظلمة دايما يتكلمك على الانفجار السكاني وعاوزين تحديد النسل. طب ما احنا عاوزين تحديد النشل، انتوا عاوزين تحديد النسل، احنا عاوزين تحديد النشل.
لأن ربنا لما خلق الدنيا قدر فيها أقواتها بحيث تبقى كل دولة من أغنى الدول، ما تعرفش مين أغنى من مين، اللي مديها مناجم ذهب، واللي مديها أبار بترول، واللي مديها يورانيوم، واللي مديها ومديها ومديها، وهتلاقي الدول اللي فيها كل هذه الثروات هي أفقر بلاد الدنيا، عشان النسل. وهم قاعدين يقول لك النسل، النسل تحديد النسل، تنظيم الأسرة، هعمل ايه في الانفجار السكاني اللي عندي، وكله دي 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 فترة التنشيف للوساخة. لا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش، أو على الفواحش، وما قالش ولا تتفحشوا، وما قالش هناك ولا تقربوا الزنا، وما قالش ما قالش لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، وهنا قال ولا تقربوا الفحش. ليه؟ عاوزك تبعد من أولها، تبعد، لأنها خطوات شيطان. سيدنا الشيخ الغزالي يقول إذا اتفقنا على أن السل مرض لم نختلف في منع أسباب العدوى، وإذا اتفقنا على أن الزنا فاحشة لم نختلف في منع ما يؤدي إليه من التبرج والاختلاط والانطلاق. تبرج، قال سيدنا الغزالي بيتكلم عن التبرج، لا دلوقتي اسمه عريا مولانا، تبرج ده موضة قديمة وخلصت، ده دلوقتي عريا مولانا. زمان كنا نتكلم عن التبرج والمرأة لابسة بنطلون، وانه ده مجسم، وانه دي لبسة الرجل. لا دلوقتي لما تشوف واحدة لابسة بنطلون، واحدة لابسة بنطلون يا جدعان، الله، أمال الباقي ايه؟ هوت شورت، هوت شورت. فين انت بتتكلم على كندا؟ اكيد لا، بتكلمك على بلاد المسلمين. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. اه طويله قوي. خيره الشباب قتلوا عشان بيطالبوا بالشريعه وبيطالبوا بالشرعيه، عملوش حاجة أكتر من كده، مساكين عزة. كانت المذبحة اللي بتعملها دولة الصهاينة تطلع لها 20-30، يلحقوا مذبحة جنين ومذبحة بحر البقر ومذبحة، طيب لا دي خد بالآلاف يا عم، ما بقتش ل 20 ولا 30، دي بالآلاف. ومن مين؟ ممن ينبغي أن يحافظ عليك؟ يبقى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلوا. خمسه، طيب. ولا وبعدين ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشد. اليتيم، الوصيه باليتيم والمحافظه على اليتيم، واحد يكفل اليتيم، يأكل ماله قبل أن يكبر. وبعدين ما صرفت عليك وعملت وسويت، سبحان الله العظيم، زي ما في الآية هناك بعد وآتوا اليتامى أموالهم، لا دي في الأول، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا. بعد قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقل لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. تلحق قبل ما يكبروا بقى، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. اليتيم ضعيف في المجتمع، كلنا ينبغي أن نحافظ عليه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. المعاملات،
التجارة، البعد عن الغش، البعد عن التطفيف، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فعدلوا، وإذا قلتم فعدلوا، واللي فسرتها آية النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وفسرتها آية المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربة وبعهد الله أوفوا. الله أكبر على جمال الآية دي أو الجزئية دي. شوف برضو دي عاملة زي وعمل الصالحات، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الطرق يا جدعان، الطرق والفرق والضلالات والبدع والخرافات، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خذ مع دي اسمها انا مسميها ايه الوصايا العشر الكرام في سورة الانعام، وعندك الوصايا الغراء في سورة الاسراء من اول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه الغاية ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة، وعندك مثلا وصايا القرآن على لسان لقمان، وعندك صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان، وعندك صفات المؤمنين في أول سورة المؤمنون. الله أكبر. وعمل الصالحات. قالوا بكرة نكمل إن شاء الله، الوقت دلوقتي خلص. وعمل الصالحات بكرة الجمعة. ما حتى فجر الجمعة ما فجرش حاجة. أي نعم إحنا زبايننا في الفجر قليلين أوي، بس بنعلم علم والحمد لله بنبثه كمان والناس بتسمعه في العالم. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. الله يكرمك. طيب جزاك الله خير. بكرة إن شاء الله. تمام. الله يبارك فيك. شكرا. عليكم السلام. الله يحييك.